حرصاً على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات على أمل الوصول إلى اندماج اقتصادي وإلى آفاق وحدوية، تم التأكيد عليه خلال الندوة الصحفية المشتركة للرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون. تعاون سيكون على قاعدة منظور جديد تتوسع معه مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية. لا يمكن أن نواجه التحديات فرادة، يجب أن نكون مجتمعين بطرق مختلفة، بطرق نستنبطها، ولكن بطرق تحقق المقاصد التي وضعت من أجلها هذه الاتفاقيات. اتفقنا على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد، وذلك بالتوقيع على العدد الهام من اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية. الندوة الصحفية المشتركة تطرقت كذلك في جانب منها إلى القضايا العربية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، خاصة وأن الجزائر تستعد لتنظيم القمة العربية المقبلة مطلع شهر مارس القادم. بين المسائل التي تم التعرض إليها الجملة من القضايا الدولية، ولكن جملة من الحقوق أو الحق الفلسطيني في أرض فلسطين. نتمنى لليبيا الشقيقة إن شاء الله أن تتخلص من المرتزقة وأن تتخلص من القوات الأجنبية وأن يعود الوئام بين الأشقاء والفرقاء الليبيين إن شاء الله. وبسؤالنا حول الجهود التي ستبذلها الجزائر خلال تنظيمها لهذه القمة من أجل الخروج بمواقف عربية موحدة وتجاوز الخلافات القائمة، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر ستعمل على أن تكون القمة العربية قمة لتجميع العرب وليس لتكريس التفرقة بينهم، وذلك على قاعدة احترام خصوصية كل بلد. فيش خلافات كبرى بين الدول العربية، فيش يعني ما عدا ربما عدم قبول سياسة تاع دولة داخلية من طرف دولة أخرى، ونحن نعتبر هذا تدخل في شؤون الدول، ولا دولة لها الحق أن تتدخل في شؤون داخلية تاع دولة أخرى إذا كان تجي بما هو أحسن بمساعدة، أهلا وسهلا، وإلا فشأن كل دولة لأبنائها. وقد استبقت هذه الندوة الصحفية بتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة ومذكرات تفاهم ثنائية شملت مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة.